إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. قرر فريق الوداد الرياضي إلغاء معسكره الإعدادي الذي كان مقرر بتركيا بداية من يوم السبت المقبل بسبب الصعوبات التي واجهتها في الحجوزات الخاصة بالفندق. وارتأى عادل رمزي مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم برمجة معسكر إعدادي بمدينة مراكش بعد إلغاء معسكر تركيا في محاولة منه لإبعاد لاعبيها عن ضغط الجمهور بعد الإقصاء من الدور الأول للبطولة العربية للأندية والتي كانت تحمل اسم الملك سلمان، بعدما اكتفى بحصد نقطتين من تعادلين ضد السد القطري وأهلي ليبي وكذلك هزيمة ضد الهلال السعودي. تصدر الإشارة إلى أن فريق الوداد الرياضي تعرض لظلم كبير في مباراته أمام السد القطري وكذلك الهلال السعودي. وبرمج الوداد الرياضي لكرة القدم مباراتين وديتين لفريقه بمراكش، الأولى ضد حسنية أكادير في 16 غشت الحالي والثانية أمام أولمبيك أسفي في 18 من ذات الشهر بملعب الكبير بمراكش، ويستأنف لاعبو الوداد الرياضي يوم الخميس تدريبهم استعدادا للموسم الرياضي القادم بعد استفادتهم من 5 أيام راحة. تجدر الإشارة إلى أن المعسكر التدريبي سيعرف تواجد 4 أسماء جديدة، وهي منير الهباس المتعاقد الجديد مع الوداد، وكذلك حمزة الرقراقي والشرقي البحري وهشام بن برايم. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.